السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رقم جميل جدا. ما زلنا بالكلام عن تفسير سلسلة الأعداد والأرقام التي نراها في المنام، وطبعا اختصارنا فيها دائما بفضل الله تبارك وتعالى بيكون مختصر للغاية. النهاردة هنتكلم عن رقم 66. رقم 66 ده لما تشوفه في المنام لأول وهلة اعرف ان انت فيه رزق قادم اليك. رزق؟ اه. يبقى لما اشوف الرقم ده اعرف ان فيه رزق قادم الي ان شاء الله تبارك وتعالى. او ان انت شخص لأول وهلة حينما ترى هذا الرقم يصف حالك تشعر بضيقة مادية، وهذا الرقم يبشرك بزوال هذه الضيقة المادية وان هناك رزق قادم اليك ان شاء الله تبارك وتعالى. رقم 66 بالنسبة للبنت العزباء، تفوق، فرصة عمل جديدة، ربما تعرف على شخص، ربما يكون هناك استقرار، استقرار نفسي وتوازن. رقم 66. رقم 66 بالنسبة للمرأة المتزوجة يدل على الإرث، الميراث، أو رزق قادم إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. رقم 66 للمرأة الحامل يدل على انتهاء بعض مشاكل الحمل، فهي في الفترة دي وقت رؤيتها لهذه الرؤية بالفعل عندها بعض المشاكل في الحمل، التعب، المرض إلى آخر هذه الأمور، فكل هذا سوف يزول بفضل الله تبارك وتعالى. تدرون في اللقاءات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.